معقول كنا نسيان كل هالسنين انه مال الشام وبنت اخي؟ الله اكبر. لك البنت بنت اخي وما بشوفها غير بنت اخي اذا بتجتمع امام الارض كلها. لك العمى مربيها بيدي هدو يوم بيوم ولحظة بلحظة وكل شبر بندر. روحي الله يسامحك يا خالتي، الله يسامحك. لك ما بيكفيني حزني على فراق أمي، لك ما بيكفيني أسفي على أبو طالب. تقوم تطلع لي خالتي بهالسيرة لتزيد من ناري وغلبي وعذابي؟ لك أنا مو جبل يا ربي، مو جبل لأتحمل كل هالشي، مو جبل. نهارات الظالم ليل وليلهم ظلما، وبدر السما يا ناس يطوي كل ظلما. ومحيانا بينا يوسف ما ترك بالأرض ظلما، واللي صور عيسى وموسى والهادي محمد، يلي ما ترك نوره بالكون ظلما، ما حيد عن درب الحباب. طوال النهار لحالي وانا ما في غير افكار تاخذني وافكار تجيبني. لك يا تقبري لي، رحت ضبطت اغراضي وامنت على صارك ابو حسن. شحني اجي، لا تخافي ولا تتوهوشي. وعمي حمزه الثاني ما اجى على الغدا اليوم؟ يه، ما اجى على البيت بنوم النوم؟ لا ما اجى، مع انه بعث لي لحمه وخضره وفواكه، نطرته وما اجى. ايه معلش تقبريني، بيكون مشغول بالفرن، هلا بيجي. يه، وين بده يروح؟ طيب إذا هيك لحضر له العشاء. وأنا لحقتك لساعدك. يا صبايا، مثل ما أنا واقفة هيك ما شفت لكم هالبقرة إلا ربستني هديك الربسة. الله عليك يا أمي. الله يسعد مساكو. أهلين يا أبو مريم. شلونكم؟ إن شاء الله بخير عمي. الحمد لله. إيه والله الحمد لله، جايبكم خبر بيسوى تقلو ده. خير خير. هات لنشوف. الفرنساوية عاملين معسكر صوب بابتوما. شو هالحكي؟ إيه. صبينا كاسة شاي عمي، صبينا كاسة شاي. إيه. بس ما يكونوا باردين. لا سخنين. يلا. شرف عمي. واصلي عمي، واصلي. شبك عمي؟ لهيك متجافي معي على غير عادتك؟ ما في شي عمي، ما في شي. شلون يعني ما في شي؟ ما قدرت ادقر بايدك مثل اللي خايف مني. لك خلصنا بقى عمي، خلصنا، لا تعملي منا قصة هلا. مثل ما بدك، بس ليش تاركني لحالي طول النهار؟ ليش خالتك ام حسان ما اجت لعندك اليوم؟ بلا اجت، اجت الصبحيات وراحت بعد الظهر، وهي وصلتها. حقك علي يا عمي، حقك علي، بس أنا كان عندي شوية مشاغل ضرورية اليوم. شو ما كان صاير معك عمي لا تتركني لحالي، أنا ماني متعودة. اجيت يا تقبرني. أهلين خالتي. أهلين. بالمهل يا تقبر قلبي. إيدك. الله يرضى عليك. الله يخلي لنا إياكي. رحت لك عشا عمي. ما في داعي عمي، ما في داعي. لا مبلا،
روحي حطي له العشاء لعمك، انا جوعانه وبدي اتعشى انا وياه. حاضر. تعال معي خالتي، تعال. شرفي خالتي. شرفي. ايه خالتي؟ ان شاء الله فكرت بالموضوع ولقيت الحل المناسب. والله يا خالتي من ساعة فيقتيني من هالمنام وانا ما بعرف شو صار لي، ما عم بعرف اخماسي من ازداسي. لك يا تعبرني، هلا بدنا نعيد ونفتق بنفس الدوباره، حكينا وخلصنا، انت ومال الشام ما بصير تعيشوا بالبيت لوحدكم. لا اله الا الله، بس مو وقتها. هلا يا خالتي مو وقتها بنو. هلا وقتها مو وقتها، هيك امر الله يا تعبرني، وكل شيء الا غضب رب العالمين. يا خالتي هاي البنت ربيت هون بهالبيت، ربيت على ايدي وروحها معلقه فيني، بقى كيف بدها تقبل انه تعيش هيك بلاي؟ انا ما بعرف كيف بدها تقبل فكره انه انا اختفي فجاه من حياتها، ما عم بفهم. ومين قال لك اذا راحت لعندي رح تختفي انت من حياتها؟ مين؟ طيب انا معك على فرض وافقتك، يعني شو بدنا نقول للبنت؟ بيلتقى لها دوباره. وشو هالدوباره؟ من شان الله تخبريني يا خالتي، انا طايش حجري. منكذب عليها ومنقول لها انه انت عندك مشاغل برات الشام. ايه. شو ايه؟ بدها توافق غصب عنا لانه ما بيصير تعيش لحالها بهالبيت وانت مانك موجود فيها تقبرني. ايوه. وافقني لخالتي لانه ما في حل انسب من هالدوباره، واذا انت لقيت حل انسب شو بدك بيصير؟ يلا نتقابل بيه ان شاء الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان ما في حدا. خير؟ راح اشوف بيه خالتي وراجع لك. مسيك بخير عميم. يا ميت اهلين وسهلين عميم. بلم هلي يعني عدم المؤاخذة، يمكن يجينا بوقت مناسب، بس في موضوع ضروري لازم اخذ رايك فيه، كونك بهمك الامر عم يشوزك. بيتكم مطرحكم عمي، بتشرفوا بتانسوا بأي وقت، تشرفوا تفضلوا. يلا 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 يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفوا. ياك يا ابوي. يا ميت اهلين وسهلين عمي، شرفتوا. نحن بنعرف ان الوقت ماله مناسب لك عميم، وبنعرف انه حزنك على المرحومة والدتك الله يرحمها كفيك وزايد عنك. ايه بس هي مستجدات لازم نطرحك عليها. قول عمي ابو عدنان، قول تفضل، انا تحت امركم. من اخر عميم، انا وسيدنا الشيخ عمر وعيان وجهاء الانوات ارتقينا نشكل وفد نطلع نحكي مع كولونيل الامن الجديد بخصوص عمك ابو طالب. ايوه. وقلنا لازم نشرح له عن وضع ابو طالب ونحكي معه مشان يحاكمه بالسرعه اللازمه وبطريقه عادله، بدل ما لهم خلينه بالحبوس لك ابني لامتى ما حدا بيعرف. ايوه. فشو بتقول بهالحكي لك عميم؟ والله يا عمي انا بقول الامر امركم وشو شوركم. نحن عم نسالك عن رايك لك انت بالذات لانه بيهمك الامر عم يحمزك. عمي اذا بدكم تجوا لرايي انا بقول انه القصه صعبه شوي، لانه الفرنسي باي حال من الاحوال ما بيرضى يتدخل حدا بهيك موضوع. معلومكم مثل ما بتعرفوا جرم عمي ابو طالب هو المساس بشخص الحاكم العسكري. نحن بنعرف هالشيء يا ابني حمزه، وحاطين باعتبارنا هالشيء، وبنعرف انه شرط عويصه مو سهل بنوب بنوب. بس يا ابني من حرصنا وخوفنا والحاح الاهالي والمحبين قلنا بنجرب، لك مالنا خسرانين شيء. مو احسن ما نضل عاديلك ابني؟ اذا هيك شايفين الله يقدم اللي فيه الخير، انا ما عندي اي مانع. امين امين يا رب العالمين. بصراحة